انا بعد 17 سنه كنت في المنام نسمع الزقه نتاع هذوك اللي كانوا يزقوا، ندير دي كوشمار. بصح درك هاني نسمعهم وانا فاطن، يعني على هذيك انا مانيش يعني الشهاده تاعي على جالي. انا كما كاين اللي يقول لك ناس في الجزائر نسمعوا هضره يقول لك راه في سويسرا راه ياكل ويشرب. انا هذوك اللي ماتوا تحت التعذيب وما يقدروش درك يشاهدوا ولا يهضروا على ارواحهم باش يوم القيامه ما يقوليليش واش درت، ما هدرتش علينا. على هذيك اللي راح نهضر عليهم، الا عجب الجزائريين كي هدرنا هنايا ولا ما عجبش، هذه هي الفرصه برك اللي نتكلموا عليها، اللي نتكلموا فيها. بالك ربما بعض الجزائريين صح يقول لك ها كيفاش يروحوا للخارج، ما اضطرينا. وشوف اي انسان راه في الغربه، بالك سويسرا مليحه صح بصح مواليها، الغربه اللي ماشي مليحه. في كل اللغات الشعراء والمغنيين واحد ما غنى على الغربه وقال مليحه. علاش حبيت انا نقول لك مليحه؟ الغربه ماشي مليحه، سيرتو تخلي اهلك. انا الرس ما نهضرش على صحابي، اهلي اهلي، بابا مات ما شفتوش، عماتي عمومي جده، وش من الحياه عندك؟ تموت خير. قبل ما نموت امه نكون شهد. ونقول لكم صراحه احنا ياك حتى في الجزائر يحكونا على التاريخ تاع الثوره، ما عشناهاش كنا صغار وكاين اللي كانوا ما زادوش. وعلاش يفكرونا دائما في التاريخ تاع الجزائر باش ما ننساوش، باش نحاولوا نسقموا المستقبل. انا يسمحوا لي يعني بعض الجزائريين يقول لك كيف تفكرونا في العشريات، لازم تعرفوا واش صار باش انتوما تحرموا بعضكم بعض هذا التعذيب والسجون باش تكونوا مجتمع سليم، ماشي بهذا لي جينيراسيون تاعنا اللي ضحاوا بهذا المستقبل تاع الشباب اللي راهم يلوح روحهم في البحر. شكون اللي يقدر يلوح روحه في البحر هكذاك؟ ومن بعد يقول لك اون سوفي لالجيري، نو ايزون سوفي لور بو، سلكوا روحهم برك، ما سلكوش لالجيري. لالجيري راه لا فيولونس سوسيال راهي، او انا نسمعوا كيفاش عايشين الناس، ما يكذبوش عليكم. من حقكم باش تعرفوا كيفاش صارت، باش تعرفوا التاريخ تاع البلاد، باش تعرفوا الحرمان، حرمان في كل شيء. احنا تقولي سويسرا بلاد 53 مره يعني اقل من الجزائر، عندهم اربع لغات رسميه، احنا شادين في لغه واحده، في اذاعه واحده، في تلفزيون واحد، يعني سبحان الله. والشعب تطور ولجان لجان. انا بعد 17 سنه انا نقول للشباب خاصه اللي ما يعرفش القصص هذه لازم يقرا التاريخ، لازم يعرف واش صار باش على الاقل هما كي يديروا المستقبل تاعهم، اللي يديروا يعني بلاد يكون فيها السلم، ويتعاهدوا باللي ما يتعذبوش بعضهم بعض، ما تديروش كيما حنايا ولا كيما الاجيال القديمه. هذه قاعدتك ما تقدروش تبنوا يعني وتاسوا بلاد على الظلم. الظلم ربي سبحانه حرمه على نفسه، وربي يمهل ولا يهمل، والظلم قد ما يطول يزول، ما كاش ما تخافوش. يعني خاطر الانسان كي يحب يعيش راجل يعيش راجل ولا يموت راجل، ولكن اللي يحب يعيش مذلول يعيش مذلول ويموت مذلول. ونتفكر يعني نقول الاخ طاهر جاود رحمه الله قال لك سي تو بارل تيمور، الى تكلمت تموت والى سكت تموت، اتكلم وموت. بارك الله فيك سيدي. سيدي نفس الشيء يقول يعني الرساله هي على بالنا، فهمنا بلي رسالتكم هي مش حرب ضد اشخاص ولكن حرب ضد نظام فاسد قام بفسك الدماء واعتدى على حرمه الشعب، ولازم هذا النظام يسلك أمام عدالة الرجال قبل عدالة الإله. مش تقول للناس باش يفهموا باللي هي ماهيش قضية أشخاص؟ والله بكل صراحة أنا مثل ما قلت القاضية قدام نزار في وجهه، قلت له ماشي يعني درت شكوى لأني ظلمت، أنا هو الأخر في الجزائرية، ولكن لتبيين الحقيقة كما كان يقول الأخ وإظهارها إلى الرأي العام العالمي الداخلي والخارجي، كذلك باش نوريو لولادنا انه ما يمكنش لاي انسان يوم من الايام يعذب جزائري
ولا أي إنسان في العالم، أحرار العالم، إنسان ما يتعذبش، كما يقول الله سبحانه عز وجل: إنا كرمنا بني آدم. ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار. يعني بكل صراحة نكونوا خاوة، نكونوا متوحدين، ونبنيوا الجزائر في إطار القوانين وإطار كما نقولوا القيم الإنسانية اللي ندعو بها كل الناس. كونوا إخوة متحابين ونبنيوا الجزائر، جزائري بجزائري، جزائرية بجزائرية، وهذه هي.